لنفرض أن لدينا مسطرة لديها كتلة، هذه المسطرة ما هو مركز الكتلة؟ مركز الكتلة هو نقطة في الجسم تتحرك بالطريقة نفسها التي تتحرك بها النقطة المادية، والنقطة المادية عبارة عن جسيم نقطي ليس له أبعاد. إذا أضفنا قوة، دعنا نقول أن كتلة المسطرة 10 كيلو جرام. إذن كتلة المسطرة 10 كيلو جرام. إذا أضفنا قوة عند مركز الكتلة، إذن مركز الكتلة وليكن مركز الكتلة إذا أضفنا قوة عند مركز الكتلة ولتكن 10 نيوتن. إذا لدينا هنا قوة 10 نيوتن، سوف تتسارع كأنها كتلة نقطية. لنفرض أن لدينا نقطة أثرنا عليها بقوة 10 نيوتن. كتلة هذه النقطة 10 كيلو جرام. من قانون نيوتن التسارع A يساوي F على M، القوة 10 والكتلة 10، إذن التسارع 1 متر لكل ثانية تربيع. إذن سوف تتسارع بمقدار 1 متر لكل ثانية تربيع. وللفائدة، فإن مركز الكتلة لجسم صلب ثابت الكثافة يقع في منتصف الجسم. لنفترض أن لدينا مثلث بهذا الشكل، ونريد إيجاد مركز الكتلة، أنه سوف يكون مركز في بعدين. دعنا نقول أن لدينا مربع هذا المربع نصف هذا المربع صنع من الرصاص، لنفترض أن هذا النصف من الرصاص، والجزء الآخر مصنوع من شيء أقل من الرصاص، إذن من مادة أقل كثافة من الرصاص. إذن مركز الكتلة سوف يكون قريب في اليمين، لأن هذا الجسم ليس ثابت في كثافته. دعنا نأخذ مثال آخر. لدينا مسطرة وهنا مركز الكتلة، نفترض أن هنا مركز الكتلة، وكما قلت أي قوة تؤثر على مركز الكتلة كل الجسم سوف يتحرك باتجاه القوة. إذا أضفنا قوة بعيدة عن مركز الكتلة ولتكن في هذا الاتجاه، إذا ماذا يحدث للجسم؟ من الواضح أن الجسم سوف يدور. دعنا نفترض أن هذا الجسم، أننا في مكوك فضائي ولدينا هذه المسطرة وأثرنا بهذه القوة، سوف تدور هذه المسطرة إذا سوف تدور هذه المسطرة وأنا أؤثر بهذه القوة سوف تدور حول مركز الكتلة. وشكراً.